مأساة هذا الصباح في الوزارة مع واحد الفنان لإشكاليات اجتماعية وإشكاليات أخرى اللي كيعاني منها خلات الدفع أنه يدير واحد محاولة انتحار. وفي هذه القضية راه الإخوان ديال الوزارة يعني كيتبعوا دقيقة بدقيقة يعني الصحة ديال هذا الفنان اللي واكبنا أولا منذ سنتين دابا يعني أولا هما اللي تعبتوا من هذه الحكومة. ولكن الإشكال فكرنا باش نتفاداو هذه الإشكاليات قلتها لكم شحال هذي هو تكون ديك المؤسسة لا فونداسيون ديال الفنان فونداسيون ديال الأرتيست باش هي اللي تولي تكلف بالإشكاليات الإجتماعية للفنانة والفنان. وأي فنان ديك الساعة مغربي عنده إشكالية إلا ما يكونش هناك إحراج يجي يطلب واحد النائب أو يجي يسول على الوزير أو شي مسؤول في الوزارة يمشي مباشرة لهذه المؤسسة اللي حاليا كيف ما قلت لكم حنا وجدنا القانون ديالها وناقش مع الأمن العام الحكومة. ودابا هذا الصباح يعني قبل ما يكون حاسس إلا وكنت كناقش مع المسؤولين الإمكانيات المادية اللي غنوفروا لهذه المؤسسة وكنا كنتكلموا على إمكانيات ديال 30 حتى 40 مليون ديال الدرهم باش تواكب اللي باش نبداو يعني أنا عارف 30 و 40 وغادي تشتكي يعني بالنسبة للهموم لأن عندنا مجموعة الفنانين والفنانات ولكن قلنا واحد المؤسسة اللي غتواكب الإشكاليات اللي كيعانيو منها ماشي فقط الفنان اللي محتاج أتونسيون عندنا مجموعة ديال الفنانين اللي فاش كيكونوا في الشهرة ديالهم الفكرة ديالنا حنا شنو هي نواكبوا معاهم العمل ديالهم في إطار هذه المؤسسة حتى في إطار الاستثمار ديالهم راسهم المنزل المجموعة ديال الأشياء ويكون هناك واحد يعني دي نيغوسياسيون هو اللي غيدير واحد نيغوسياسيون مع المؤسسات الاخرى باش نجيبوا لهم مجموعه ديال العروض باش لان الفنان فاش كيكون عنده واحد المده اللي كينشط فيها ديال 10 سنين ديال 20 عام كل فنان وعنده المده اللي كينشط فيها ديال 30 عام ديال 40 عام على الاقل فاش يسالي ذاك المجال ديالو يلقى واحد الدوره اللي يرجع يلقى واحد التقاعد اللي يقدر يعيش به وهو محترم يلقى مجموعه ديال الاشياء اللي غتوفر ليه انا ذاك الدوله اتخافيغ هذه المؤسسه. في 2021 اول نقطه كنا ناقشناها في عقل سيتي توني هي النقطه لان وانا كنت في المعارضه انذاك دوزنا 12 عام في المعارضه الا دائما كنا نندد بهذه الاشكاليات الاجتماعيه اللي كيعانيو منها الفنانات والفنانين وثقوا بيا اننا بغينا نواكبوا هذه العمليه بطريقه يعني باش ما نعاودوش نعيشوا اولا بحال هذا الاساس اولا وما نعاودوش نسمعوا غدا فنانات وفنانين اللي عطاو كثير لهذ البلاد يعني لان فاش كتوصل واحد السن معين وكتولي خصك ترجع تطلب هذا راه كانت هذيك الكرامه ديالو وانت هذاك الوجه اللي عطيتي وغالبا هاد الفنانين كنعرفهم كيولوا بحال اعضاء في العائله ديالنا لان شفناهم في المسرح شفناهم في التلفازه شفناهم في السينما كيكونوا جزء منا في الاخير هو واخا ما كيعرفكش فاش كتلاقى معاه انت كتشوفو بحال راه كتعرفو وانت صغير باسكو لي ستاد دي فيزاج اللي كيسون فاميلي. دونك حنا بغينا نواكبوا هذه العمليه الاجتماعيه باش ما نبقاوش نصنتوا لهذه الاشكاليات وما نحسوش بان بلادنا راه ما كديهاش فواحد المجموعه معينه ديال المواطنات والمواطنين لانهم في الاخير مواطنات ومواطنين بحال جميع المغاربه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.